وفقا للتقارير، فأن السياسة الجديدة التي أعلنتها إيران ستلغي بعض القيود على مراقبة العملات الأجنبية، مما يسمح لمكاتب الصرافة بتحويل العملة حسب سعر الصرف العائم لأغراض مثل السفر إلى الخارج، كما رفعت السياسة الجديدة القيود على دخول البلاد بالعملات والذهب. وبموجب السياسة الجديدة سوف يحصل الإيرانيون على الدعم عند شراء السلع الأساسية والأدوية بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى ذلك سيفتح البنك المركزي الإيراني حسابات ادخارية بالدولار للمواطنين في مسعى لتشجيعهم على الإيداع بالدولار في حساباتهم. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي في مقابلة مباشرة بثها التلفزيون إن السياسة الجديدة تعكس ثقة إيران بنفسها في مواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة. هذا وانخفضت قيمة الريال الإيراني بتأثير استئناف الولايات المتحدة للعقوبات ضد إيران. وفي 29 من يوليو الماضي هبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته، حيث وصل سعر التداول إلى 100 ألف ريال للدولار الواحد.